شيل شيلتك، ما تشيلش شيلت حد تاني. كتير مننا بيبقى عايز يصلح الكون، وعايز هو بياخد القرار ده أو بيقرر يتحرك من نقطة ألف لنقطة ب إن هو يعمل كل حاجة في الدنيا ويحل كل المشاكل اللي في الدنيا وكل حاجة تبقى في الصورة المثالية بتاعتها. ببساطة حاول تركز في مسؤولياتك أنت، ما تدورش على مسؤوليات غيرك وتحملها لنفسك عشان تعرف تركز كويس. بالشكل ده تقدر تاخد قرار وتقدر تتوجه صح وتتقدم لقدام من غير ما يبقى فيه مشتتات ولا مناغصات تنغص عليك عيشتك.